السلام عليكم كل متابعين قناه اعزائي، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. النهارده الخميس 23 فبراير، الاجواء اليوم في اسكندريه في نسبه ضباب بسيط، ولكن الشمس ساطعه من الصباح الباكر. بالنسبه لاحوال البحر، البحر النهارده الخميس البحر عدل، البحر حصير، البحر زيت، كل دي مصطلحات ان البحر معتدل، مفيش امواج الا ما نظر. الدناجل موجودة بكثرة على شواطئ اسكندرية، المراكب الصغيرة، المراكب المتوسطة اللي بتكون ليها نصيب كبير في هذه الاجواء الجميلة من استواء البحر. البحر عامل زي الحصيرة، زي السجادة، لو حضرتك ماشي ببونسوار، لو ماشي حتى بمركب صغير هتكون الحياة جميلة. موجودين فين؟ موجودين في منطقة الشاطبي، المكان المعتاد بتاعنا، كاشف أجزاء كبيرة من مناطق اسكندرية على البحر، الأماكن اللي لسه محافظة على البحر فيها من الكافيتريات والكافيهات.